Peace be upon you. السلام عليكم. Hello my dear kids. اهلا ابناء وبناتي براعم الصف الثالث الابتدائي. ان شاء الله النهاردة هنكمل منهج connect. عندنا النهاردة unit 2 الوحدة التانية listen to الدرس التاني منها. نفتكر كده مع بعض what was the title of unit 2. عنوان الوحدة بتاعتنا كان ايه؟ ايوه شطار. العنوان كان كده what's the matter. What's the matter يعني مما تشكو. فاكرين كنا بنتكلم المرة اللي فاتت عن illnesses اللي هي الأمراض، وقلنا إزاي نسأل لحد مما تشكو بنقوله What's the matter. عندنا النهاردة listen to، وقبل ما نتكلم النهاردة هنتعرف على parts of the body يعني أجزاء من جسمنا، أجزاء من جسم الإنسان. نفتكرها كده مع بعض، خدتوها طبعا قبل كده كتير، يلا نرجعها كده مع بعض. Picture number one. الصورة دي شايفين هنا مرسوم هنا ايه؟ ايوه الرجل. الرجل يعني ايه؟ leg. repeat after me، يلا قولوا معايا كده leg leg leg. Picture number two. الصورة اللي بعد كده ها what's this؟ شايفين ده ايه؟ ايوه الفم. فم يعني mouth mouth mouth. بعد كده عندنا أنف. أنف يعني إيه فاكرين؟ أيوة برافو عليكم. نوز نوز نوز. What's this؟ دي بقى إيه؟ الركبة. الركبة اسمها ني ني ني. واخدين بالنا شايفين هي أصلا بنكتبها إزاي؟ أولها letter K، بس letter K ده مش بننطقه، بننطق من أول N بس، فيبقى اسمها ني ني. ركبة يعني ايه؟ ني. بعد كده عندنا عين. عين يعني اي اي اي. طبعا بنحفظ الكلمات كويس قوي. نشوف باقي الكلمات بتاعتنا. قدم. قدم اسمها فوت فوت فوت. طبعا القدم اللي هي تحت خالص اللي فيها الصوابع فوت فوت. طيب قدم واحدة اسمها فوت، لكن الأقدام قدمين اتنين أو أكتر نقول عليهم ايه؟ فيت فيت فيت. يبقى فوت جمعها فيت. فوت جمعها ايه؟ فيت. أقدام يعني ايه تاني؟ فيت. ذراع. ذراع يعني arm arm arm. بعد كده عندنا يد. يد يعني ايه؟ hand hand hand. كمان عندنا اذن. اذن يعني ear ear ear. نحفظ الكلمات زي ما اتفقنا كويس قوي. look at this. شوف كده الاكسرسايز ده عايز مننا ايه؟ بيقول لنا look in number يعني انظر ورقم. شايفين هنا what's this؟ ده ايه ده؟ what's this picture؟ الصوره دي الايه؟ A boy. برافو عليك. دي صورة ولد. شايفين هنا ناقص عنده ايه؟ اجزاء في جسم الانسان parts of the body، اجزاء من جسمه ناقصة. هنا عايزنا هنا بقى نكملها، بس هنكملها بالارقام ازاي؟ شايفين هنا number one. number one عند صورة ايه؟ برافو عليكم mouth. عشان كده هنا جينا مكان mouth وكتبنا one. احنا نعمل كده دلوقتي. number two number two. what's number two؟ شايفينها هنا؟ ايوه برافو عليكم. اسمها ايه؟ عين يعني ايه؟ eye eye. يبقى المفروض نعمل ايه بقى؟ هنيجي مكان العين هنا ونكتب two. okay number three. what's number three؟ شايفينها number three؟ ايوه هنا اهي. what's number three؟ برافو arm. يبقى هنكتبها فين؟ هنا. يبقى ده مكان arm الذراع. okay what's number four؟ number four عند nose. excellent برافو عليكم. nose. يبقى هنيجي هنا مكان النوز ونكتب four. number five. what's number five؟ ها مين فاكرها؟ قدم يعني ايه؟ ايوه foot. excellent. نيجي مكان الفوت ونكتب five. what's number six؟ number six دي بقى رجلنا، الرجل كلها، رجل أو ساق. اسمها تمام برافو عليكم leg leg leg. يبقى هنيجي مكانها ونكتب 6. يبقى كده عرفنا أجزاء الجسم تاني مع بعض.
نقولهم كده بسرعة: mouth, nose, eye, arm, foot, leg. شوف كمان الاكسرسايز ده تاني. هنا هنكتب اجزاء الجسم بقى، بس هنكتبها بالكلمات. شايفين كده؟ what's this picture؟ الصورة دي صورة ايه؟ a girl. تمام، بنت. بنت يعني ايه؟ girl. شوف كده اجزاء جسمها ايه. number one هو الكتاب حللها لي، اللي هي عين عين يعني eye، فكتبناها هنا eye. number two، what's number two؟ شايفين السهم هنا رايح على فين؟ ايوه على الفم. فم يعني mouth، فهنيجي هنا ونكتب mouth. برافو عليكم يا حلوين. number three، شايفين برضو هنا بتشاور على ايه في number three؟ ايوه على النوز، الانف. انف يعني نوز. طبعا الكلمات مكتوبة فوق اهي، كلمة mouth وكلمة nose. number four، number four بتشاور على، شايفين بتشاور هنا على، ايوه اليد. يد يعني hand، hand. excellent. number five، number five بنشاور هنا على ايه؟ ايوه على الذراع، ذراع يعني arm، arm. number six، ها where is number six؟ بتشاور على ايه؟ ايوه على الرجل، رجل. رجل يعني ايه؟ اتفقنا؟ leg. تمام، leg، leg. number seven، بنشاور هنا في number seven على، ايوه القدم، قدم يعني foot، foot. برافو عليكم يا حلوين. نراجع تاني اجزاء الجسم كويس قوي، ونقولها كده بسرعة تاني: eye, mouth, nose, hand, arm, leg, foot. زي ما اتفقنا نحفظهم حلو قوي. look at this، نبص هنا بقى كده. What can you see here؟ إيه اللي احنا شايفينه هنا؟ شايفين هنا a boy. a boy يعني ولد. طيب ماسك ايه في ايده؟ الشكل ده شكل ايه؟ مين شاطر هيقوله؟ ايوه شكل قلب، قلب. هنعرف بقى مع بعض كلمة قلب يعني ايه. هنتعرف على اجزاء تانية من جسمنا كناش عارفينها قبل كده بقى. كلمة قلب، قلب يعني heart، heart. قولوا معايا كده heart، heart. بيقول لنا ايه بقى صديقنا ده؟ بيقول this is my heart. this is، كلمة this is يعني ايه؟ فاكرينها؟ ايوه برافو، يعني هذا، هذا قلبي. my heart، my يعني قلبي انا، my يعني ملكي يعني يخصني. this is my heart، لما اجي اقول هذا قلبي، هذا ذراعي، هذه قدمي، اقول this is، استخدم ايه؟ this is مع المفرد. this is my heart، this is my heart، هذا قلبي. طيب وظيفته ايه القلب ده؟ بنعمل بيه ايه بقى؟ بيعمل لنا ايه؟ it، it دي عايدة على مين؟ على كلمة heart، على my heart اللي هو قلبي. اتفقنا ان it ضمير لغير العاقل المفرد، لان القلب ده غير عاقل، فنستخدم له ايه هنا؟ it. it بيعمل ايه بقى هو؟ it pumps، pump، pumps، pumps. pump يعني يضخ، يضخ ده يعني بيوزع، بيبعت. it pumps بيضخ، نضيف لها طبعا الليتر اس هنا عشان it مفرد. مع في الـ present simple، في المضارع البسيط مع المفرد بنزود للفيرب ايه؟ اس او اي اس. برافو عليكم. تمام، يبقى it pumps بيضخ، بيضخ ايه بقى؟ blood. it pumps blood، blood اللي هو الدم. هناخد الكلمات دي دلوقتي طبعا بالتفصيل ان شاء الله. it pumps blood to my body، يعني وظيفته ان هو يضخ الدم لجسمي. يبقى تاني لما اجي اتكلم عن اجزاء جسمي هقول هذا قلبي، هذا قلبي يعني ايه؟ this is my heart. قولوا معايا كده: this is my heart، this is my heart، this is my heart. هذا قلبي يعني ايه؟ ايوه برافو، this is my heart. وظيفته بقى اقول وظيفته ازاي؟ it pumps blood. تاني كده: it pumps blood، it pumps blood to my body، to my body.
يضخ الدم لجسمي. It pumps blood to my body. Picture number two. ها شو هنا بيشاور على ايه بقى يا صديقنا ده؟ ايوه ماسك كده بشرته كده، ماسك الجلد بيشده كده لقدام اهو. الجلد، كلمة جلد يعني skin. قول معايا كده يلا في دفتر مي. skin skin. اقول هذا جلدي، اقولها ازاي؟ this is my skin. تاني this is my skin. وكمان لما نيجي نتكلم عن skin هنستخدم الضمير it بتاع مين؟ غير العاقل المفرد. it بيعمل ايه بقى الجلد؟ وظيفته ايه؟ بيعمل لنا ايه؟ it protects. protects protect يعني يحمي. it protects my body يعني بيحمي جسمي. وضفنا لها برضو كلمة protect، ضفنا لها letter s عشان ايه؟ عشان قبلها it في present simple مع المفرد he she it، واي اسم مفرد بنزود للverb s او es. فنقول هنا it protects. it protects my body. يبقى تاني لما هاجي اتكلم عن الجلد هتكلم عنه كده، اقول this is my skin. repeat after me، قولوها معايا. this is my skin. this is my skin. يبقى هذا جلدي يعني ايه؟ قولوها كده. excellent، برافو عليكو. this is my skin. وظيفته بقى نقول it protects my body. it protects my body بيحمي جسمي. it protects my body. this is my skin. it protects my body. picture number three، صورة الثالثة. شايفين هنا صديقنا بيشاور هنا على ايه؟ ايوة على العظمة اللي هنا دي، عظمة في رجله. العظمة دي اسمها bone. عظمة يعني ايه؟ bone. bone. repeat after me، يقولوها معايا. bone. bone. لما يجي يقول بقى هذه عظمتي، this is my bone، نقولها ازاي؟ this is my bone. this is my bone. this is my bone. يبقى هذه عظمتي نقولها ازاي؟ okay well done. this is my bone. طيب وظيفتها ايه بقى البون دي؟ it helps me move. كلمة move يعني يتحرك. مي مي اللي هي بتساعدني انا، ده ضمير مفعول معناه برضو انا، بتساعدني انا. كلمة فاكرين help؟ help يعني ايه؟ ايوه يساعد. help يعني يساعد. وبرضو ضفنا لها letter s عشان قبلها it. it اللي بتيجي معاه ضمير العاقل المفرد، ضمير غير العاقل المفرد. it helps me move. يبقى وظيفة العظمة ايه؟ انها بتساعدني على الحركة. it helps me move. يبقى لما اجي اتكلم عن العظم، عن العظم في جسمنا، نقول كده this is my bone. it helps me move. this is my bone. it helps me move. اتدربوا على قراءة الجمل دي كويس. number four، هنا صديقنا بيشاور على ايه؟ شايفين هنا المكان ده؟ ايوه ده مكان حاجة اسمها المعدة. المعدة، المعدة بتاعتنا اسمها stomach. repeat after me، يلا قولوها معايا تاني كده. stomach stomach stomach. هناخد الكلمات تاني بالتفصيل دلوقتي ان شاء الله. لما يجي اقول هذه معدتي نقول ايه؟ this is my stomach. لما اشاور على المعدة اقول ايه؟ this is my stomach. this is my stomach. هذه معدتي نقولها ازاي؟ تمام برافو عليكم. this is my stomach. طيب وظيفتها ايه بقى المعدة؟ المعدة بتهضم الطعام. كلمة يهضم يعني digest. repeat after me، قولوها معايا. digest digest digest. وما طالما قبلها كلمة it اللي هي عايدة على مين؟ على stomach، على المعدة، لانها مفرد غير عاقل زي ما اتفقنا، لازم نضيف للverb letter s. okay. يبقى هنقول it digests food. repeat after me، قولوها معايا كده. it digests food.
لما بنضيف لها الاس هنحاول نخبي التي شوية عشان ننطق صح. It digests food، تهضم الطعام. It digests food. يبقى لما اجي اتكلم عن المعدة هنقول كده This is my stomach. It digests food. This is my stomach. It digests food. زي ما اتفقنا نتدرب على قراءة الكلمات. نشوف بقى أهم الفوكابيولري اللي مرت علينا هنا، أهم الكلمات إيه. كلمة قلب، قلب يعني إيه زي ما اتفقنا؟ heart. repeat after me. heart. heart. شايفين شكل القلب في جسم الإنسان عامل إزاي؟ هو ده شكله. heart. heart. واخد بالي من نطقها كويس قوي. heart. heart. كمان عندنا في نمبر 2 شايفين صديقنا بيشاور على ايه؟ على الجلد. جلد يعني ايه زي ما قلنا؟ skin. 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 بعد كده المعدة، شايفين شكل المعدة؟ ايوه المعدة اللي بتهضم الطعام. المعدة اسمها stomach. 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 معدة يعني ايه؟ stomach. نركز في نطق الكلمات كويس. stomach. شايفين سي اتش اللي في النهايه نطقناها ك ك ك، فنقولها كده ستامك ستامك. بعد كده كلمه عظمه، عظمه يعني بون بون بون. نقرا الكلمات تاني من الاول. في تفتكروا يقولوا معايا يلا. هارت سكين ستامك بون. الكلمات التانية زي ما اتفقنا ان القلب بيعمل ايه؟ بيضخ الدم، يعني بيدفع الدم بيوزعه. يضخ الدم يعني pump pump pump. يضخ يعني ايه؟ pump. الدم بقى اسمها blood blood blood. كلمة يحمي، لما اتكلمنا عن السكين الجلد ان هو protects my body، بيحمي جسمنا. يحمي يعني ايه؟ protect protect protect. كمان كلمة يساعد، يساعد يعني help help. لما قلنا على البون العظمة انها it helps me move، بتساعدني على الحركة. كلمة يساعد يعني ايه؟ help help. كمان كلمة يتحرك بتساعدنا على الحركة اسمها move move move. يتحرك يعني ايه؟ move. كمان الستامك المعدة لما تقولنا انها بتهضم الطعام، يهضم الطعام يعني digest food digest food digest food. طبعا لازم نحفظ الكلمات حلوة قوي. شوف كده language functions بتاعتنا. زي ما اتفقنا لما يجي اقول هذا جلدي، هذا جلدي قلنا اسمها ايه؟ This is my skin. This is. This is. هذا للقريب، بنشاور على حاجة قريبة مننا بنقول this is. This is my skin. طيب مين يقول بقى هذه معدتي؟ مين شاطر هيقولها؟ Excellent. برافو عليكم. This is my stomach. برافو. شوف عندنا ايه كمان. كمان بنشوف ازاي نحول الكلمة من singular لplural. يعني ايه singular؟ يعني مفرد. اما اقول ذراع واحد بس اسمها arm، لكن ذراعين او اكثر حولها بقى للplural اللي هو الجمع، بنزود لها letter مين؟ ايوه برافو عليكم، letter s، فيبقى اسمها arms. يبقى عشان احول الكلمة من مفرد لجمع بزود لها s. arm arms. كمان عندنا زي hand، يد hand، اضيف لها letter s يبقى اسمها hands hand hands. طيب كل الكلمات بنعمل معاها كده عشان نحولها للجمع؟ لا طبعا، في حاجات نسميها irregular plural يعني جمع شاذ. ازاي بنحول الكلمة من مفرد لجمع من غير ما نضيف لها s؟ امال بنعمل ايه؟ بتبقى كلمة تانية خالص. زي مثلا كلمة قدم، قدم foot، جمعها أقدام اسمها feet. شايفين هنا ما ضفناش اس لكن غيرنا في الكلمة نفسها، يبقى foot feet. كمان كلمة سنة، سنة tooth، جمعها ايه؟ teeth، أسنان.
يبقى ده اسمه جمع شاذ، نحفظه زي ما هو. foot feet tooth teeth. يبقى ناخد بالنا هنا لما نقول قدم واحدة بنقول one foot بعد one عشان هي واحدة، اخترنا كلمة foot. لكن هنا في قدمين، اتنين اكتر من واحدة، يبقى جمع على طول تبقى two، ما ينفعش اجيب بعدها two foot، ما اقول ايه two feet، يبقى القدمين اسمها two feet. look at this picture. شايفين هنا الاولاد بيتكلموا مع بعض، البنت بتسأل هنا سؤال what does my stomach do، بتسأل هنا صديقنا ده عن وظيفة المعدة، ما وظيفة المعدة؟ what does my stomach do يعني المعدة دي بتعمل ايه. كلمة what يعني ما او ماذا، و does بنسميها هنا فعل مساعد بيجي مع المفرد في المضارع البسيط. يبقى لما اسأل عن حاجة مفرد بستخدم كلمة does في السؤال. what does my stomach do، do هنا معناها تفعل، يعني المعدة دي بتعمل لنا ايه بالظبط. قولوا كده معايا what does my stomach do، ما وظيفة المعدة بتاعتي؟ what does my stomach do. فصديقنا قال لها ايه زي ما اتفقنا انها بتهضم الطعام. it عايدة على مين؟ على الستامك، المعدة، لانها غير عاقل مفرد. تمام. it digests food، it digests food يعني بتهضم الطعام. نشوف كده باقي الامثلة. لما اتكلمنا عن المعدة قلنا ما وظيفة المعدة، سألنا السؤال ده ازاي what does my stomach do. repeat after me، قولوا كده معايا واحفظوا شكل السؤال ده. what does my stomach do، what does my stomach do. وفي الإجابة نقول ايه it digests food، يعني المعدة بتهضم، it digests food. اوكي نروح بعد كده بيكتشر اللي بعدها. شايفين هنا صديقنا بيشاور على الجلد، الجلد يعني skin. تمام. what does my skin do، ما وظيفة الجلد، نقولها ازاي what does my skin do. طيب وظيفته ايه الجلد؟ قلنا it protects the body parts، بيحمي اجزاء الجسم. it protects the body parts او it protects my body، بيحمي جسمي وخلاص. كمان عندنا هنا what's this picture، ايوه bone، برافو عليكم، العظمة. لما اجي اسأل ما وظيفة العظمة، what does my bone do، what does my bone do، وظيفتها ايه؟ بتساعدنا على الحركة. it helps us move، بتساعدنا على الحركة. us يعني بتساعدنا احنا، نحن، ممكن اقول us وممكن اقول هنا me، it helps me move. بعد كده the last one، الصورة دي what's this picture، الصورة دي ايه؟ برافو، heart، heart اللي هو القلب. لما يجي اسأل ما وظيفة القلب، what does my heart do، what does my heart do، بيعمل ايه بقى؟ it pumps blood، it pumps blood يعني بيضخ الدم. نقرأ كده الأسئلة دي ونتدرب عليها مع أخواتنا أو مع بابا وماما أو مع أصدقائنا. well done، أحسنتم يا حلوين، أتمنى نكون فهمنا درس النهاردة. أي استفسار تابعوني على الفيس أو على يوتيوب أو على انستجرام، وإن شاء الله أرد عليكم. thank you goodbye.